أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من أورينت نيوز، ونبدأها بأهم العناوين. وثيقة سرية أردنية تكشف أهداف التطبيع العربي مع نظام أسد، وعمان تشدد على ضرورة الحل السياسي في سوريا. مع استمرار أزمة المهاجرين، العثور على جثث لاجئ سوري قرب الحدود البولندية مع بيلاروسيا. مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، والجيش السوداني يغلق طرق رئيسية وجسورا لمنع المتظاهرين من التجمع في مكان واحد. المظاهرات الشعبية تجبر ميليشيا قسد على الإفراج عن امرأة اختطفتها قبل أيام في قرية الصبحة غرب دير الزور. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. كشفت وثيقة أردنية أن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع نظام أسد هو خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا. وبحسب الوثيقة، فإن التطبيع يتضمن حوافز للنظام، بما في ذلك مرور أنبوب الغاز العربي من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان. أقالت وسائل إعلام أن العاهل الأردني ناقش تلك الخطة مع الرئيسين الأمريكي والروسي في شهر آب الماضي، ومع عرب وأجانب. في السياق، نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وجود خطط لزيارة نظام أسد في الوقت القريب، مشددا على ضرورة الحل السياسي بموجب القرار 2254. والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف ربيع الصعب، الصحفي الأردني من اسطنبول. أهلا بك أستاذ ربيع معنا في هذه النشرة. ما سبب خروج هذه الوثيقة الآن إلى العلن والحديث عنها؟ يعني هي الوثيقة تأتي في إطار الضغط المستمر عالميا، سواء من الولايات المتحدة أو حتى من روسيا وبعض الأطراف العربية على إيران، كما يحصل في لبنان ويحصل في العراق. يحاولون الضغط الآن عن طريق الملف السوري والضغط على الأطراف الإيرانية هناك، وخصوصا وجود ميليشيات في إيران ونفوذ طاغي في المنطقة. يعني تحاول بعض الدول العربية احتواء نظام الأسد تحديدا، أو تقليم أظافر وباستبعاد إيران، وهي المحرك الرئيسي برأيهم لما يحصل أصلا في الأزمة السورية من ويلات وصراع وحروب. نعم، برأيك أستاذ ربيع، هل الطلب الأردني بوجود حل سياسي في سوريا وتطبيق القرار 2254، هل هو مطلب أردني داخلي أم أنه تنفيذ لما جاء في المقررات الدولية؟ لا، هو الأردن في هذه الحالة هو وسيط عربي، خلينا نقول بالدرجة الأولى، بمباركة أمريكية لحل الأزمة، وكما قلت تقليم أظافر إيران في سوريا، وهو جزء من ملفات أصلا تحرك فيها إيران في المنطقة بالتوازي مع المفاوضات معها. زائد لو أردنا الحديث عن الأردن، فالأردن يعاني كثيرا جراء الأزمة السورية، ومثلا هو يعيش على حدوده الشمالية يقظة منهكة منذ سنوات نتيجة وجود اشتباكات كانت مؤخرا في درعا، نتيجة وجود نزوح ولجوء اتجاه الأراضي. يعني ملف مقلق للأردن، خصوصا مثلا عند الحديث عن خلايا إرهابية موجودة كما تحدثوا في بعض المخيمات على الحدود الشمالية، وخوف من تسلل هؤلاء تجاه الأردن. فبالتالي الأردن أصلا قلق وفقد العمق السوري، وهو عمق جدا مهم للأردن تحديدا، العمق السوري. وتعلمين العلاقات الاقتصادية ما قبل الأزمة والأوضاع الأردنية السورية والديموغرافيا المتشابكة، نتحدث عن عائلات موجودة في الأردن نفسها هي موجودة في سوريا. فالأردن أصلا أنهك من هذا الصراع ويسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. الأردن خسر كما خسرت سوريا. نعم، ربيع الصعب الصحفي الأردني كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عثرت السلطات البولندية على جثث لاجئ سوري قضى بسبب موجة البرد بعد اجتيازه الحدود مع بيلاروسيا. إلى ذلك، احتجزت الشرطة البولندية أكثر من 50 مهاجرا تمكنوا من عبور السياج الحدودي مع بيلاروسيا دون الإفصاح عن مصيرهم، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع البريطانية أن فريقا عسكريا من قواتها وصل إلى بولندا بموجب اتفاق بين الحكومتين بهدف تقديم الدعم الهندسي للتعامل مع أزمة المهاجرين
على الحدود مع بيلاروسيا. وفي سياق متصل، نفى رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون لبلاده علاقة بما يحدث على الحدود البيلاروسية البولندية. ألمح بوتين إلى أن بيلاروسيا تملك ورقة ضغط مهمة على الاتحاد الأوروبي، إذ يمكنها قطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، مؤكدا أن علاقة موسكو بالاتحاد الأوروبي ستتضرر إذا ما قرر رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو القيام بذلك. والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور منتصر البلبل، الناشط السياسي والحقوقي بالشأن السوري من كييف. أهلا بك دكتور منتصر معنا في هذه النشرة. من يتحمل مسؤولية ما يحدث للاجئين على الحدود البيلاروسية؟ أهلا وسهلا فيكم، متشرف فيكم. هي المشكلة أنه هاي أزمة إنسانية افتعلتها موسكو. افتعلتها موسكو في ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي. الهدف منها هدفين، الهدف الاول انه اعاده اطفاء شرعيه على نظام لوكاشينكا، الهدف الثاني اللي هو عمليه ضغط على الاتحاد الاوروبي لرفع العقوبات عن بيلاروسيا. طبعا هي ازمه انسانيه كبيره جدا، وممكن نقول انه راح تصير ازمه انسانيه يمكن بالتاريخ ما صارت، لانه حاليا على الحدود البيلاروسيه نسبة كبيرة جدا جدا من اللاجئين القادمين من كردستان، قادمين من سوريا، قادمين من اليمن أيضا. نعم، هنالك من عدة دول عربية متوجهة إلى الحدود البيلاروسية. كان أيضا هنالك حديث دكتور بلبل عن موضوع إقامة مخيمات على الحدود البيلاروسية من قبل بيلاروسيا، هل هذا يعني أن هذه الأزمة ستطول بالنسبة للاجئين؟ طبعا طبعا طبعا، هي تعتبر ورقة رابحة لبيلاروسيا، لنظام بيلاروسيا. اللاجئين يعتبروا له مثل ضغط إنساني وسياسي، يعني ضغط على الاتحاد الأوروبي، ورقة رابحة جدا لبوتين وللوكاشينكا. يعني هاي من الورقات الرابحة، لأنه راح تعمل توتر بالاتحاد الأوروبي أولا، راح تصير في مثل يعني الحدود، عدم استقرار على الحدود الأوروبية. نعم، يبدو فقدنا الاتصال مع دكتور منتصر بلبل الناشط السياسي والحقوقي بشأن السوري من كييف، شكرا لك بمطلق الأحوال. ونبقى في بيلاروسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكريين اثنين من قواتها خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروسيا. وبحسب بيان للوزارة فإن الحادثة وقع لدى محاولة وحدة من قوات المظليين تنفيذ الإنزال في مدينة غروندو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية، لكن هبوب رياح قوية مفاجئة أدى إلى انحراف اثنين من المظليين عن مسارهما. تظاهر عشرات آلاف سودانيين في العاصمة الخرطوم بعد دعوات وجهها تجمع المهنيين السودانيين لمواصلة الكفاح السلمي حتى إسقاط المجلس الانقلابي. وفي السياق، أغلق الجيش السوداني جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة وطرق رئيسية فيها لمنع وصول المتظاهرين الرافضين لقرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان. تظاهر مئات من الموالين لميليشيات الحشد الشعبي على مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت قبل أكثر من شهر. رضخت ميليشيا قصد لمطالب الإفراج عن امرأة اختطفتها قبل أيام برفقة زوجها خلال مداهمة نفذتها في بلدة صبحة غرب دير الزور.
جاء ذلك بعد مظاهرات غاضبة لأهالي البلدة طالبت الميليشيا بالإفراج الفوري عن السيدة براء القحيط والكشف عن الكف عن ممارساتها التعسفية بحق أبناء المنطقة. اغتال مجهولون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش لاجئين عراقيين أحدهم أو لاجئين عراقيين أحدهما هو رئيس المجلس العراقي للاجئين في مخيم الهول شرق الحسكة. وأكدت مصادر محلية أن مجهولين تسللوا إلى المخيم وأطلقوا الرصاص على عدد من اللاجئين ما أسفر عن مقتل رئيس المجلس العراقي ولاجئ آخر فضلا عن إصابة عدد من النساء بجروح. كثفت ميليشيا أسد من قصفها المدفعي على مناطق غرب حلب لليوم الثالث على التوالي. قال مراسل أورينت أن الميليشيا استهدفت بلدة كفر نوران بعدد من القذائف المدفعية من حواجزها المحيطة بالمنطقة، ما أدى لدمار في الممتلكات دون معلومات عن ضحايا. التهمت نيران حريق اندلع في محافظة طرطوس 100 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون. وأكدت وسائل إعلام موالية أن فوج إطفاء طرطوس أخمد حريقا ضخما في منطقة وادي الشرق التابعة لبلدة السودة، فضلا عن إخماد 16 حريقا في أرض أو أراضي زراعية بمناطق مختلفة من المحافظة. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا لختام النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.